السلام عليكم كل متابعين قناة الأعزاء، يا رب تكونوا بخير. أنا عادل والي ودي قناة شوارع معلم اسكندرية. موجودين فين؟ موجودين أمام أجمل شواطئ اسكندرية، مش الشواطئ المصيفية ولكن شواطئ اسكندرية الجميلة، أمام جونة الأنفوشي، بحري راس التين. جونة الأنفوشي اللي أمامكم على يمين الصورة أو الكيرف، المية دي عبارة عن خليج على شكل نصف دائرة، شمال قصر ستين وفنار ستين والشيخ وفيق، يمين السواحل، طبية القضا أو القطا زمان، والحلقة حلقة سمك اللي في السيالة وصواريخ وقلع وحي الجمرك والنقطة والدجيشي وطبية قايتباي وجامع الصيادين. في البداية لو حضراتكم أول مرة تتابعونا، اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس عشان كل جديد عن اسكندرية توصلكم الأهم. ما تبخلوش علينا بالإعجاب باللايك من أسفل الفيديو. الشارع الرئيسي لأسفل الصورة ده شارع قصر ستين، في البداية كان اسمه شارع السلطان سليم الأول. أمامنا أماكن أو ورش صناعة اليخوت والمراكب، مراكب الصيد من أمهر الصنايعية الموجودين في اسكندرية، موجودين هنا في الأنفوشي. مطعم أسماك أبو نورة على شارع قصر ستين، على يمين الصورة سينما الأنفوشي زمان، وعلى شمال الصورة مسرح الأنفوشي زمان اللي هو حاليا فتح الله. شارع قصر ستين اللي أمامكم، اللي فيه المشاريع، اللي فيه عربيات، اللي فيه الترماي، بتفرع منه شوارع مهمة جدا مشهورة في بحري زي شارع الحجاري، حارة قراقيش، زاوية ساحة بكير، القهوتين، سفر باشا، الخطاب، السيالة، محمد عبده، محمد كريم، ابن الصائغ. كل دي شوارع بتتفرع من شارع قصر ستين اللي أمامكم. كده احنا امامنا سينما الانفوشي زمان والطابية ومستشفى راس التين العام او مستشفى الاوقاف، وامامنا مساكن السواحل. كده امامنا قصر ستين وفنار راس التين والميناء الغربي وابواب الجمرك وتحت السور والترسانة والانتيكا، مدافن الانفوشي الاثرية. على شمال الصورة شارع العباني وشارع القهوتين سفر باشا. أمامنا أيضا نادي السيالة الرياضي أو مركز شباب السيالة على البحر. أمامكم الحيز الأخضر ده مركز شباب السيالة أو نادي السيالة، وأمامنا شاطئ ذوي الهمم قبل الشيخ وفيق، وأمامنا ميدان إبراهيم الأول نهاية الترماي أو بداية الترماي، ومنزل السيدة الفاضلة عصمة أم البحرية. على شمال الصورة شارع العباني،